السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية يا أخوان. يوم جديد، موضوع جديد، وزيارة جديدة وجميلة إن شاء الله بإذن الله. طبعا يا أخوان، بداية المقطع نكسب الصلاة على الحبيب سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ويا ريت يا أخوان لايك، تعليق، اشتراك إذا مش مشترك بالقناة، ظبط لنا الوضع وتكتك لنا الأمور. طبعا يا أخوان، إحنا اليوم في منطقة المفرق. بداية منوجه أجمل تحية لكل أهل المفرق وسكان المفرق، سواء اللي بتابعونا واللي ما بتابعونا. اليوم بضيافة، حياك الله بسوار ماجد. تعال معنا أبو ماجد على الكاميرا. هلا بالشباب، هاي أول مرة أطلع على الكاميرا، هاي كرامة العيون في سوار. أنا ما بطلع على الكاميرا نهائيا. تحياتي للشباب. ما بعد الكاميرا، أيوة، من بعد الكاميرا بحياتي ما طلعت، أني والشباب يعرفونا يعني حياتي ما طلعت على الكاميرا وصورت هيك. الله يسعدك حبيبي يا بسوار. انا تشرفت والله اليوم، يعني صدفتنا على راسي والله، على راسي على راسي يا بسوار. ومنطقة المفرق احنا من زمان، يعني انا حاب اتعرف عليك والله. والله دائما احنا بنجي على السوشيال ميديا، زارتنا على لايف على كذا. اكيد اكيد موجودين مع بعض مباشرة. اول مره، اول مره والله، والله تشرفنا. ان شاء الله تكون المرات الجايه احلى واحلى ان شاء الله. طبعا احنا نحب نوجه تحيه لجميع صناع المحتوى، صح؟ اكيد 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 اكيد، الاحترام كلهم لهم جميعا. جميعا والله، الامانه والله يديم المحبه بين الجميع والود. تحياتنا لك ولمتابعينك وللشباب جميع. امانه يا شباب، مين ما بيشوف هذا المقطع دعمونا بسوار وزبطونا بسوار. الزلمه غانم ومحترم، شوف علي. اذا اللايكات مش عشاني، عشانك. اكيد اكيد اكيد. اليوم هذا المقطع عباره عن تفجير، عباره عن تفجير. هذا بدنا اشتراكات. اشتراك اكيد لا غنى عنه. اسمع، اليوم خبي لي إشي حلو هون. ابشر، بدك تفرجينا اشياء تصورها. ابشر 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 ابشر، موجود كل شيء. يعني الكاميرا تاعتي اليوم بدها تضع بصمه جميله على السطح. ايوه بالضبط. هسه بس نضرب هذول العساكر، نحن مطالعينهم هيك اجا والله فجاه بسوار. يلا لايك، تعليق، زبطوا لنا الوضع شباب. ها يلا، ما بدنا نوصيكم ابدا. فزعه فزعه. تع 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 تع، انا هذول مخليهم فلات والله. هذول ايش هم اخوي ابو ماجد؟ هذول فراخ عساكر والله، اغلبهم صيد. هذول اغلبهم صيد، بس هذول الفرخين برابس الصفر اجونا هديه امبارح بالليل والله. ما شاء الله، في هم وفي شرابي جوا. هسه بورجيك اياه. بس هذول في منهم بس مخاليف، شفت؟ في منهم مخاليف. انا هاي بالعين الثانيه عندي 16 واحد مخاليف. هذول ما بعتهم، بعت انا من كم يوم، من شي اسبوعين تقريبا، بعت 25 واحد ما شاء الله منهم، اخواتهم للمخاليف. وظلوا هذول 16 واحد خليتهم. هذول بتخليهم يعني؟ 16 بياضات، اغلبهم بياضات. هذول 16 واحد خليتهم، والباقيات فراخ عساكر، شي صيد شي ملاقي على السطح. اخوي ابو ماجد هون حبسناهم هذول. ضبيناهم هذول خالص. ايش بدك تطلع لنا هون؟ ما شاء الله. نطالع هذول، هاي كلها فراخ. هاي كلها فراخ. كلها فراخ ما شاء الله، الله يبارك لك. تع تع تع، هذا الجلف فطمته جديد والله قبل يومين. جلف القراقطه. فطمته جديد. هذول اخوي ابو ماجد فراخك كلهم فراخ سطحك؟ لا والله، في شيء منهم فراخ سطحي، وفي العروق مو فراخ سطحي. العروق جايبهم من برا؟ لا، كلهم من برا، من عند ابن عمي والله. ما شاء الله عليهم. بس حتى امس جاب لي هديه. جاب لي هذا ال، قرب قرب، خليهم يجوا لعندك. اعطيني شوية انا علاف. على ايدك، على ايدك. معودهم انا على ايدك، بيجوا على ايد، معودهم. بسم الله، تعال. شغال ما شاء الله. تعال، هاي الموردي. موردي من تحت بيجي بيشتغل. موردي فيه له حبة بالارض. ما شاء الله، الله يبارك لك فيهم. بلشت فيهم كرش جرد؟ والله يا ابو سوار للامانة مرحلة تنشير لحد الان. لسه تنشير. تنشير. يعني بس خفاف انتبه عليهم، العروق كلها خفاف. يعني ما شاء الله. بواقي قديش اغلبهم يعني نحكي؟ في منهم جبتهم 6 كبار، بواقي 5. حاليا صاروا بواقي 3 او 4. بواقي 3 او 4. 6 منهم كبار بس، والباقيات كلياتهم جبتهم صغار. بس قاعد انت شو على هذا شغال؟ على هذا، ايوه بالضبط. يعني سبحان الله، العرق يعني بده شوي شوي. العرق العسكريه او الناعمه؟ العرق ابو سوار بغلب. بغلب، صح؟ بغلب اولا، وبدك تكرشه لازم تحط معاه حبه ناعمه. لازم لازم ضروري، لانه لحاله ما بيكرش حاله، صعب. تعرف شو الفكره؟ انا يعني مش قاعد بطلع فراخ، ان شاء الله يعني ربنا يوفقنا بهالموسم نطلع فراخ شوي عروق. لسه هاكل هم الابراج اللي حوالي، عشان انا السطح عندي واطي، جوز تعرف انت كيف والمفاسد. العرق اذا شاف بلدي مباشره بيزت حاله عليه. ليش؟ لانه جرده صعب اول ما تجرده. صحيح، بس اخذ مفسد صعب. اذا اخذ مفسد بيطلع روحك. بيطلع روحك، لانه عرق خشن. بدك تضل، اسمع، تراكض وراه لا يخلف. بتضلك تراكض وراه. والله تراكض وراه لا يخلف.
بس اسمع، فيش اشي بنكرشش ولا بنجرد. صحيح. بس دائما سبحان الله الهواية بدها طولة بال. بدها. ليك هذاك اللي اجانا امبارح دي، هذاك اللي عند الباب. ايش هو؟ الشراب الاصفر. ما شاء الله. شايف على الوقفة؟ طلع ما شاء الله. في بعض شباب بيعلقونا انه على جرد العرق ليش ما بتكرش وليش ما بتساويه؟ تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. يا شباب العرق خصيصا بده صبر. العرق بدك تعرف شلون تحفظه السطح، بدك تعرف شلون تمشيه، تاخذه يمين يسار بعدين بيطلع لحاله بيرحل. العرق ما مستحيل انك تنكشه ويطلع لحاله. لا لا لا، ما قد ما حاولت ما راح يطلع. اذا ما لحاله طلع تلقائيا مستحيل انه ينكرش. اذا بتيجي تصطم لي عرق وتطلعه على الرفصه وتقول بدي الحقه بعصاي او كذا، اقله حيوقع بالشارع وراح تخسره. يعني بدك تخسره. صحيح كلامك، راح تخسره. فدائما العرق سبحان الله كحجم شوي بكون مش زي الطير الناعم. يعني بالضبط. يعني هاي الهوايه بالاول والاخر علمتنا انه انت تتعامل مع كل طير حسب هو الطير برضه شو. أيوة، يعني شو بيطلع، شو بيناسبه الطير. يعني بالضبط. مش كل شيء مثلا انت تعلمت نحشي، تعلمت طريقه معينه لكرش بواز. البواز تقول لي بدي اتابعهم زي ما بتابع العروق. صحيح. لا ما بزبط. هسا عندك البواز وعندك النقول، مجرد ما اخذ منشر اسبوع زمان اذا طالت 10 ايام لحاله بفز. هي حصريا البياضات بتلاقيها بتفز لحالها تلقائيا. وبعدين بالنسبه للكش عندك البواز والنغول، ترى اذا ربيته فرخ دارك ما بينصاد. هي سبحان الله بوز، بقول لك السطح بلا بوز لا يجوز. لا يجوز. صحيح. يعني هو البوز شوف عليه زي ما بالحمام نحكي العروق، المسود هو اشهرهم. صحيح. يعني المسود دائما بقول لك اشهرهم، وبرضه الحمام الناعم برضه اشهرهم البوز. البوز صحيح. يعني سبحان الله بيجي واحد مبتدئ او بده يتعلم او واحد ما بيعرف بالحمام بتاتا، شوف مثلا يا بقول لك يا بوز يا قرقاطي، يا قرقاطي يا مسود. اسمع هاي الانواع يعني متداوله بين نحكي اول ما يتعلم الواحد حمام. صحيح. ويلي الامانه والله طيور بتنحب، يعني طيور بتنحب والله. صحيح. اما هذول انت بتتبع معهم بضلك هيك. بضل انا على السطح. بضل باخذهم على السطح الثاني. انا فرجيهم نظره للشباب. هات نشوف. تعال فرجيهم نظره. انا باخذهم على السطح، بدرجهم على السطح الثاني. بتوديهم انت هون؟ بوديهم لهنيك وانا عم علف لهم، بضل باخذهم يمين يسار، بجيبهم باخذهم. بعدين شوف الحلو بالموضوع، دير بالك في مي هناك. انا اكره ما علي الطير يشرب من مي، بعرفش من وين مصدرها. دير بالك. لا هسه تون شوي هاي مطرت. اذا نضيفي خلص. شوف اجمالا السطح الثاني برضه فيه زي رمل كذا. رمل انا حاطه كلس، يعني ممتاز منيح. يعني انا حطيت لهم تعرف قديش؟ متر ونص. ليك شو ضل منهم؟ ما شاء الله من سنتين هذا الكلام، شوف شو ضل منهم. يعني انت بتجيب هون وبتحطه وتخليهم يرحلوا على السطح الثاني. بيرحلوا اللي بيطير بالهواء بيطير، واللي بياكلوه بياكلوه. تاكله على راحته. على راحته. طيب الشكل قاعد بيحاول ينكرش بس على الدرج، يعني بقول لك انا بطلع الموضوع درجه درجه. هذا الشكل الشكل روحته اول امبارح. ظل غايب شي نص ساعه ما بعرف وينه. ما شاء الله. اخر شيء وين كان؟ كان فاسد على العمره قدام هنيك. ظل من عمره لعمره من عمره لعمره لحتى وصل لهون. رجع. رجع. ليش؟ خلص. نتيجة التنشير. عارف من وين طالع. عارف من وين طاير. أهم إشي الطير ما دام عرف من وين طلع وعرف يرجع. بالضبط. لا تخاف عليه. ما تخافش عليه، خلاص هذا موضوع انحل. بس أنا شفته ما شاء الله، يعني إن شاء الله يقعد بيطلع الدرج درجة درجة. العرق دائما بدك تحط له درج. الخشم بدك تحط له درج مشان يطلع يرحل ترحيل، مستحيل إنه يفز فزة واحدة. بده شوي ليفز فزة. العرق حصريا بدك تحط له شيء يساعده لحتى ياخذ منشر فوق، عاد بصير بنط نطة واحدة. والله العرق بعدين اذا انكرش وانجرد انه بيخدم. يعني واسمع في ناس كثير بتقول لك العرق طير مثلا يطير فوق السطح او شيء. لا 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 لا, لا. العرق يعني عاد مؤاخذه سيد مين اندز. بالضبط. الطير هذا سيد مين اندز، وطير قوي وطير ما شاء الله يعني جارح وجامد. يعني مش انه طير يستهان فيه انه بس. لا بقول لك انا مثلا باجي بحط العرق اتصبب عليه وعلف له. لا 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 صحيح. تصبب على العرق وهو طاير وهو بندز وهو بروح وهو بخالط وهو بقطع وتنبسط على طيرك وهو مثلا انجازات. يعني صحيح والله. صحيح. بس احنا للامانه يعني بالوقت الحالي شوي هاي الامور صارت تخف بين الناس للاسف، يعني وصار الكش عرق بتغلب في كرش. بتغلب لأنه اذا كان في حواليه مثلا ناس كذا فأمور هاي شوي بتغلب بين المربين. يعني شيلك عن هاي أبو سوار، صار في لعب بالدم بالعرق. صار في لعب. شايف هذا المالتيز؟ هذول كشامرة مالتيزات. تمام. هذول دخلوا على العروق كلياتهم تدربوا. ايوه بالضبط. فالعرق اخذ الثقل من وين؟ من المالتيز. صحيح. هذا مو طير حمام هذا المالتيز. هذا طير زينة خلينا نحكي.
تمام. فدخلوه على المساء على البلق، دخلوه على رياحنا، دخلوه على الشكالي، دخلوه على كل شيء بيختص العرق من عدم المساود الاسود. شوي صار الدم يختلف على الطريق. ايوه بالضبط. يعني الدم السلالي اللي قبل نحكي صارت شوي تتدرب على سلالات تانية فاختلف الدم على نفس الطريق. بالضبط بالضبط. فبتلاقي دائما سبحان الله طبيعه هيكل الجسم المخ كمان بيفرق. فصار شوي السلالات هاي لما تدربت على بعض صار يطلع عندك اشياء مش زي اول. صح صح. انت بقى على الفخاد وعلى الرجلين بتلاقي مثلا شكلي اسود بطقم هذا. صحيح. شكلي اسود بطقم هذا او شكلي اصفر، هذا شايف هذا شكلي اصفر. هذا مضروب على مالتيز مدرب. هذا شو انت بقى على رجليه؟ هذا مضروب على مالتيز. هذا اهالي انا بعرف شو مصدرهم، مضروبات على مالتيز. يعني عارف انت الاهالي عشان هيك شكلي اصفر نظامي ثابت على الريشه بس انا بعرف مصدره شو هو. هذا مشغول على مالتيز، اهالي مشغولات على مالتيز. مشغول لسه هسه حاليا طالع عنده فرخين لسه اوقف من المالتيزات هذول. شوفوا احنا بنحكي المشغول بس دائما يعني في اشياء برضه انشغل عليها طلعت اقوى. هسه طلعت اقوى. هم اشتغلوا شغل حلو كجماليه طير، زادوا جماليته. صحيح. زادوا جماليته بس لكن قللوا من جودته بالكش. هي هاي بس. وفي اسمع في اشياء انعكست، يعني في اشياء انعكست. يعني انت مثلا في نحكي زي المنافيخ على سبيل المثال، تضرب لك مثال اشي كش. المنافيخ هو طير بالاول والاخر، يعني بضلوا طير مش يعني مطار جارح. صح. بالوقت الحالي لما صار يضربوه على كشامره صار يطلع عندك منافيخ زرازير، منافيخ كشامره، يعني زاد قوته بالطيران. مزبوط. النفخه تاعت المنفاخ شوي قللوها. صحيح. بحيث انه يصير يسيطر بالهواء ويسيطر بالمطار اقوى. صحيح مزبوط كلامك. هذول انت بشكل عام هسه انت القويه وين حاطها؟ القويه هنا ماجد. القويه اخر عينه. تعال شوي معلم انزل هنا. القويه هون اخر خش هون. تعود من ابليس. بسم الله الرحمن الرحيم. تعود من ابليس قبل ما تشوفها. هات نشوف. ما شاء الله. طبعا احنا كنا نطلع على شيء تمام هسه البصر اختلف شوي، انا زغلل عيوني. عساكر درجه اولى. اسمع دير بالك القرقاطي معاه مشرط. هاي شفته هسه. اللي فوقها معاه شنديانة. ايوه دير بالك هاي شفته معاه مشرط. وهسه الله يستر. والقرقاطي الثاني هذا كمان. القرقاطي هذا علي ما علي طالع كفالي. هذا عليه قيود. عليه قيود هذا كفالي. يعني انا كنت هسه قاعد بطلع على الفواضح بطلع على البرامج. فرقت فرقت شفت. لا بس عساكر ما شاء الله هاي كلها فراغ داري. ما شاء الله ما شاء الله كلها اشتغلت عليها انا، ضربت يعني خلينا نحكي كشميري على مراسلي كله داخل له دم مراسليات. عرفت شلون ندخل له دم يعني كله مدربات بلاشكا على مراسليات. أيوة على كشامره. بالضبط. زواج الدم صافي ما فيهم. فيهم فرخ هذا صدته صيد من سنه، هذا الازرق صدته صيد كان رامي ريشه وحده وربيته بيناتهم بس. حتى مو زاجل اساسي. انتبه مو زاجل اساسي. مش زاجل. في فوق كمان لسه ما شاء الله. في هذول اخوان. اخوان اثنين فحول هذول. هذول اخوان. هذول عمرهم سنه ونص عندي. ما شاء الله. البلاشكا الحمر هذول ورجيهم. هذا هذول سبعة اخوان عندي هون. هذول سبعة. انا شفت منهم ما شاء الله نفس الشيء. في عندك ايش في تحت كمان؟ هذول اثنين اخوان كمان اللي تحت. اخوان برضو. وهذا اخوهم كمان. بس عساكر عساكر. يعني انا قاعد بدور على بينهم على بوز على نوري على بربريسي. لا حاطط عسكري درجه اولى. لسه في واحد هون كمان. استنى دي بعد مش اترك الباب فاتح واروح معك. خليك 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 عندك. هذا نسيانه والله. هذا شوفه انا ذكرتك فيه. هذا نسيانه. هذا خش تعزاك. هذا نسيانه. هذا حاطه هناك الزرزور الاسود. ما شاء الله بذرة حرب حرب. حتى خففت منها والله. كانوا شايل منهم. كانوا 75 ما شاء الله. كنت امشي 75 بيروحوا معاي. 75 بيروحوا وما بيقلوا معاي. ما بيقلوا ابدا. لا لا ما لا. شاء الله. بس انا قطعت فيهم مو التعبانات خلينا نحكي، قطعت يعني الالوان فيهم مثل مشخشر اسود مشخشر احمر. مو ظابطات بيناتهم والله. بضايات بيروحوا وبيجي بيناتهم. نوري اسود قطعت 25 حبه من بيناتهم. بس صفيت يعني صفيت صفيت منهم. خليت مخاليف السنه خلينا نحكي واللي عمره سنتين يعني كحد اقصى. خلص شباب. ايوه شباب بدك شباب. شوف علي هي القويه اجمالا دائما لازم تكون شباب.
صحيح. يعني ماشي الطير بيخدم معاك بطيء 4-5 سنين ماشي على عين وراسي، ولكن انا بدي مثلا قطعه تكون نحكي 30-35 طير قوايا، فانا دائما ببدي المخلف المخلف عن الاكبر عمرا، مع انه الاكبر عمرا بكون قوي، ولو تشيله وتوديه او تعطيه لصاحب لك او تبيعه بده يرد يرجع. صحيح بده يرد يرجع، بس انت بدك تجدد دائما دم بين القوي نحكي اجمالا يعني. اكيد اكيد. انا كل سنه بتعرف شو بساوي؟ بحط مثلا 10 او 15 فرخ بيناتهم وبمشيهم معاهم، خليهم يحفظوا الطريق عشان اذا بركت القويه الفرخ تكون حافظه الطريق. خلاص يحفظون الطريق. ايوه بالضبط. قبل ما ابرك بشهر شهر ونص بمشي الفراخ معاهم. خليهم يدربوهم على الطريق اللي بيمشوه، بعدين بقصوا القويه. هو جيل بيسلم جيل. ايوه بالضبط. تدريب تدريب معلم تدريب. يعني كل واحد مربي سبحان الله كيف تدريب معلم. يعني شوف قديش هي، شوف القويه لها جوها. يعني القويه يعني احنا هسه ماشي العروق الطقطيق النواعم كل شيء سبحان الله له جو لحال. صحيح. يعني العروق ماشي، هاي مثلا تعال انت تيجي واحد بقول لك شو هاي عساكر. صح. بدي اعلفها على الارض وتصبب عليها. لا هاي مشكله، هاي مش شغل صبابه يا اخوي، هاي شغل صبابه وهي ايش طيران. وهي طايره بالضبط. هاي F-16 بالضبط. ايوه يعني بتطلع تحارب بذره حرب. هاي بذره حرب بالضبط. هون جوها غير. ماشي بدي عروق بتلعب وبتنطط وبتطير. اكرش اجرد برضه هذول لهم جو. صح. حمام الصبح انا بتجيني جو. ناس بتجيني بتقول لي حمامك عساكر، بقول له عادي انا مبسوط لانه حمامي عساكر. ما اسمع في فخر هذا. انا فخر. فخر. انا انا مبسوط وقت بتقول لي انت عسكري لانه فعلا عسكري. اجي اقول لك هذا شرابي ولا هذا ريح. لا هاي حمام عسكريه للكيف للمطيار بتكيفني وانا وهي طايره. صحيح. يعني لو يجي واحد يقول لك حمامك زي ما بيحكوا عندنا هون بالبلد طنطاط تزعل. ايوه طنطاط. لا يا عم انا حمامي عساكر. لا ما عندي انا بصور الطير اللي بيرجع وهي ماشيه بعاقبه عقوبه شديده. ابدا مباشره بنزله بعاقبه عقوبه شديده. تسحب منه المشرط وبتقول روح اقعد. بسحب منه كل القيود. ايوه بنزله من الشارع بس. ايوه بتسحب منه كل السلاح. ايوه بالضبط باخذ منه كل القيود. موعد موعد. لسه بس يعني ما شاء الله بالوقت الحالي بيخدموا معك يعني لسه. يعني ما بركت شغالات والله لسه ما شاء الله فيهم. يعني خليهم يخدمونا شهر الاخر. شهر كويس منيح والله. انا شوي لانه الحمام جديد اغلبها وفي كتير عندي من برا فبحاول ارخي عليها لانه لسه. شوف سبحان الله انت لما تبرك عندك مش زي لما تجيب طير من برا. صحيح. بروكك انت عارفه هاي في واحد طلع عادي عادي. يلا حلها هسه عادي بيرد بيحبس عادي. خلينا نسكر عليهم بدناش ايش نطلع الباقي هسه نخرب الدنيا. تعال تعال هون شغلات بيلعبوا امورهم تمام على السطح. بعدين يا اخوان طلع اجمالا السطح يعني ما شاء الله عليه جميل ورايق. تعال تعال مش معجق يعني والطير مرتاح يعني مرتاح بالسطح مرتاح. ارتياح كل الطير هسه. انا وقت بسيط طير وقت بسيط طير حطه بالمنشر هذا شايفه اللي قبالك المطير. والله يا بسوار بعد ما بصيده بروح مثلا بيعه بيرجع لي ما شاء الله. خلاص مشتري في كمان قطعه هون عندك. هذا هون جاي راحت ما احناش تصورها بتنشره بالمطير. بالمطير عندي هون. المطير عندك واسع وبيحفظ الطير. بعت كثير طيور صيدها انا صيد او رجعتها لاصحابها فكة او غيره بيرجع لي مره ثانيه برد بيرجع. برد بيرجع لي. بروح له بروح له بروح له بخف يوم عن يوم. ما قلت لك العرق اذا بدك تلحقه ليك هذا اللي فوق هذا ما كان يقدر يطلع بلوكه ما شاء الله صار يرحل لفوق. هسه العروق هي مع الارض بدك تلحقهم بعصايه او بشيء انك تطلعهم على الرفصه صعب. يعني هذا الشيء ايه يرحل لحاله افضل شيء. كل شيء ما طلع من حاله صعب. ايوه يرحل من حاله لازم يطلع افضل. طب انا اقرب عليهم لو وقع له اياهم هسه تحت اجيب بالرغم اجيب لهم حوض نعناع. ارتفاع الرفسه عندي مو هين يعني. لا 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 ارتفاع عالي. ارتفاع عالي وعم يفزه عم يفزه من زاويه قصيره. الارتفاع فيه يعني فيه مترين وشوي ما شاء الله. فيه مترين و40 هيك شيء. يعني الارتفاع عالي مش صغير. ما شاء الله. لا الله يبارك لك فيهم ما شاء الله عليهم. حبيبي يا ابو سوار. يا اخوان زي ما انتم شايفين نزلنا هون، هون مكان الانتاج ابو ماجد. هون مكان الانتاج. بس زي ما فهمت منك انت مخفف يعني مش كل. والله هاي كله كان مليان. ما شاء الله يعني انت هون في عندك هون زي بركس عامل وهون كمان بركس وهون بركس. على الشمال فضيات يمين وشمال هون الاساسي. ما ظل لانه كله خففت والله كله شلته كله خففت. طيب خلينا نفوت شوي. هذا كله خففته والله. ظل هذول بذرة كش يعني. هذول بتطلع منهم فوق. ايوه بذرة كش بس. انت تاركهم بتفتح عليهم يعني ما بتخلي كل شيء تحضيره. لا لا قليل يعني بس اللي بدي طبقه جديد
بحطه تحشرهم مع بعض بس، والباقي لا دشار. بس ما في شيء بكسر بيض عندك؟ لا 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 أبداً. بيجي جوز محل جوز بفوت ياخذ حظير؟ ابدا ابدا، كل جوز بيعرف عينته. مشكلهم انت ما شاء الله، يعني في هاي خشاين وفي نعمات ونغول، يعني ما شاء الله الله يبارك لك. فيها نغول، فيها مشكله. هاي شفره، هاي سودة، هاي شفره ابيض، شايف الكحله؟ ما شاء الله. برمولك برمول لسه، هذول اول بطلع من جبرهم لسه. طب ما شاء الله، هاي جلوف كمان معتمد عليها، هون جلوف قشام ونغول، شايف يعني. ما شاء الله، هاي فراخه فوق صح؟ فحل ولا طيرها؟ هاي طيرة، هاي فراخ البلاجك الحمر اللي فوق، اللي فوق. اللي فوق والله لسه بدي اقول لك اللي فوق. هذا ابوهم، تعال صور. وين ابوهم؟ هذا ابوهم، هذا ابوهم الاصفر الاصفر. على العافيه حجي، كيف حالك؟ بس سلم علي هنا. هذا اخذته من الزرقاء. قال لي صاحبه، انصحك نصيحه لوجه الله، قلت له ايه؟ قال لي قصه واكسب منه فراخ. قلت له ليش؟ قال لي اذا بتبيعه على الصين بيرجع لي. ابدا. قال لي انا زلمه اعتزلت المصلحه، وانا راح انصحك نصيحه لوجه الله، انك تقص هالطير وتعتني فيه وتطالع من تحت افراخ. فعليا يا ابو سوار، فرخه من الارض على السماء، من الارض على السماء ابدا مباشره، ولا بده شيء، ولا بيلف دوره عنده، ولا كرش ولا جرد ولا شيء مباشره. ايوه هذول حشرناهم. قراقطه حاطط؟ هاي قراقطه. اي ما شاء الله. ايوه في شفر احمر، نغلاي حمراء هاي. اشوف بسم الله. ندربها ولا ايش هاي؟ ندربها على بلجيكي. على بلجيكي. إيه انت بتطلع هون بذره كش اغلبها. بذره كش. كلهم بذره كلها مدربات يعني. كلهم مدربات. وبيطلعوا ما شاء الله عليهم هذول مخ. طب. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله، هذول فرخين جلوف الله يبارك لك فيهم. اخوهم عزلتهم كم يوم. ما شاء الله. الاهالي انا شفتهم برا قبل شوي هذول. هذول الاهاليهم. اللي بايضه هون. اللي تحت. ايوه. شفت الطيرة؟ ركز لهم على الطيرة، ركز لهم، نورجيهم انه البذرة، نورجيهم انه البذرة ما لها علاقة. شوفها زرقاء ولا ما انا زرقاء؟ هاي الاهالي. ما شاء الله. ابوهم الجلف الجوة، وهاي امهم الطابعة البيض. هاي الاماي. هاي الاماي. شفت الفراخ؟ شوف. ما شاء الله طلع. شوف. كنت طالعين الفراخ. شايف؟ والله عمي البطن بستان ما بتحصل له قسما بآيات الله، حسب الطير شو شايل دم. حسب الطير شو اجداده. أيوة. بقعد يشكل لك، يرمي هيك وهيك، ما بتحزر اي شيء. عندك هون جوز قراقطه، هون في كمان جوز قراقطه. جوز قراقطه تحتهم فرخ وبيض. الفرخ فوق التنكي قاعد. هذا بصير بلفحه بيضة، ازرق كامل بلفحه بيضة. ازرق بلفحه. ما شاء الله. عندك هون كشامره، هذا صدته صيد ونزلته وزقيته. هسه اللي خرب البيض اول بطن. والله مش مشكله، البطن الجاي بزبط ان شاء الله. هون اغلبهم صيد، هاي الفحول اغلبها صيد. يعني بتصيده وبتحطه بتزقه تحت. ايوه بزقه بكسب منه. ما شاء الله الله يبارك لك. خلينا هسه ايش نرجع ننتقل للسطح. اورجيك شغله. في شيء بدك تفرجينا اياه؟ ايش اورجيك شغله؟ هات يلا. هاي الباكستانيه. اشوف هاي الباكستانيه قعدت على البيض لحالها، وكان تحتها فرخ. كل الوقت وهي قاعده على البيض لحالها، وطالعت الفرخين لحالها وعمزكم لحالها. يعني كان في بيض اجت قاعده لحالها. لحالها بيضها هي. باضت اول بيضه، كنت شايل الفحل انا. شايل الفحل. ردت قعدت على البيضه الثانيه، باضت البيضه الثانيه، كل الوقت قاعده على البيض لحالها. ما معها فحل. طلعت فرخين وبتلبيهم لحالها. ولحالها. ما شاء الله. انت موضوع انه تلبيه وتزقه لحالها عادي. بس موضوع انه تقعد على البيض كل الفتره لحالها هاي صعبه. هاي صعبه يعني، دائما هم بتناوبوا الفحل. ايوه والطيره، يعني حتى الاتناك اللي برا بتلاقي فيها بيض هون. هي هون كله بيض. ما شاء الله الله يبارك. وهون ورا كمان كله تحتها بيض. ما شاء الله الله يبارك. كله شيء بيض وشيء فراخ. يلا. هاي عندك فرخين شفار حمر بلاتك هون. وين هون؟ تحت؟ شوف هاي. ما شاء الله التش. كلها. وهي في برضه فرخين وراهم. فرخين ريحنا دول. اللي هون جوا. ريحنا دول. الله يبارك. عملنا كركبه بالغرفه. عادي بيطلع لبرا بيطلعوا. اللي بيطلع عادي كمان عندك عادي بيطلعوا. بيطلعوا بيرجع بفوت. بيرجع بفوت عادي بس انا مكركب الامور. طبيعي. ما عاد في هون نفس الزق زياده من قبل. قبل كان عندي هون منظر ورد وما ورد. كان عندي جواز حلوه بس كلها راحت. هي كله بيطلع قاعد. كله بيطلع عادي. بيطلعوا بياكلوا تراب بيتملحوا. احسن شيء والله. لانه برا يعني ما شاء الله بيطلع تراب عندهم. احمر برا طلع كويس. عملهم برمى عادي لو المنظر مو حضاري.
عادي. طلع ما شاء الله. الأولاد بيلعبوا هون عادي. طلع ما شاء الله يا إخوان. أيوة برا طلع. بيطلعوا بنقبوا كلس بنقبوا كل شيء على التراب أمورهم طيبة وعالي العال. طلع ما شاء الله يعني عادي. طلع ساعة كبيرة تفتح الزق بتنشر لحالنا. فش طلع. بيطيروا أحيانا بيطيروا لحالهم. بيطير هاي سكر الباب عليهم. الفرخ عندي بتنشر ورجيهم شغلة مهمة. ليك الحمام. هاي الحمام فوق. هاي السطح. شايفين؟ هاي الحمام وقت تطلع على الرفسة. اذا بدي اجرد فرخ جديد بدي اكرشه اذا ما نقد حاله ما بيحسن يطلع لفوق بينزل لعند اهالي لتحت. بينزل تحت هون. منشر تحت. يعني اذا الفرخ بده يوقع اذا بوقع عند اهالي. انا بشمسه هون برا اسبوع اسبوعين. خليه يحفظ مكانه بحيث انه اذا بده يوقع هون عند اهالي ما يروح لبرا. تحت. مستحيل. ما شاء الله. واحد فرخ وشرد. ما شاء الله. الفرخ اللي بيطلع من عندي من هون من تحت مستحيل يشرد. خلص يا هون اذا بده يوقع تحت ما قدر يطلع لفوق. هي. بدي ينزل لعند اهاليه. ما شاء الله. يلا خلينا هسه نرجع لفوق. يلا. والله زارتنا البركه اخونا بسوار حبيبي حبيبي ونورت مالك. المفرق ونورت سكان المفرق والله. والله المفرق والله فرحنا بجيتك يا لم الله. انت انسان يسعدك. محترم وانت انسان يعني بتحب الخير للناس. الله يسعدك من بعدك والله وبعد الموجودين يعني والله ما شاء الله عليهم. نحكي الشباب كلهم ما شاء الله عليهم بدون استثناء حبيبي اي حبيبي. شخص يعني وانا تحية. وانا برجع بوجه تحيه لك ولمتابعينك وللشباب جميع مين بيسمع صوتي من خلف المايك ولا شاف صورتي انه لا يقصروا معك. لا لا ان شاء الله ان شاء الله انه يدعموك باللايك والاشتراك وما يقصروا معك لانه انت فعليا مظلوم يعني انت عم تروح عم تجي مسافه خلينا نحكي من عمان لعندي لهون اقل شيء بالسياره ساعتين تعب وجيتني الجو حامي وقت اللي جيت. طيب هذو هاي ايش اسمه هاي قليله هاي لا جاي لشقين. ايوه الاساس انه نتعرف على الوجه صحيح الغالي والكريم والله والنعمه سواء صورنا وما صورنا وكثير والله رحت زرت ناس وما كنت اصور بس مشان اتعرف عليهم يعني معرفه الناس مكسب بالاول صحيح والآخر. صحيح وسبحان الله يعني هلا الفيديو او القناه هي وسيله انك تتعرف على ناس تتعرف. يعني ما شاء الله عليهم وانا الحمد لله ولله الحمد كل الناس تعرفت عليهم لقيت منهم يعني طيب ولقيت منهم سعة صدر ورحب ولله الحمد يعني ما شاء الله عليهم. انت محترم بسوار والناس الله يسعدك يا رب كلها راح تحترمك لانك محترم وما عندك خلينا نحكي كان ايماني انت زلمة هيك ابدا والله ما شاء الله عليهم كمان الجميع دون استثناء اي شخص دون استثناء اي احتيادي شخص احتيادي ما بتحب المشاكل وزلمة ماشي بنور الله. شوف هي الموضوع مش مستاهل دائما هاي هواية بالأول والآخر أنت بدك توصل نحكي رسالة بسيطة مش الرسالة العالية إحنا قاعدين مش محضرش رسالة ماجستير بالحمام صحيح صحيح هي رسالة بسيطة سبحان الله كل مربي إله أسلوبه كل مربي إله طريقته صحيح. أنا دائما بحكي للناس ما في إشي اسمه غلط وما في إشي اسمه صح طبعا هاي اللي عملها الحركة شنطة التصوير تاتي ما في إشي بالحمام اسمه صح وغلط صح في ناس إلى أسلوب معين هذا بيحب طعم الطير على سبيل المثال مثال بسيط جوا الخشة هذا بيحب طعمي برا الخشة مزبوط الانتقاد حلو بس يكون بناء وهادف بالعكس. ما انتقد شخص بشخص ولكن انتقد بطريقة معينة معينة بحيث اني اوصل له معلومة يستفيد منها صحيح والجميع يستفيد منها ما في انسان كامل كمال لله أكيد. كلياتنا عندنا اخطاء وكلياتنا لازمنا خلينا نحكي تعليم لقدام بس لكن اللي علينا عم نساوي وانا اول واحد والله لازمني تعليم لسه انه هاي الهوايه بشكل عام بعيش مجال مفتوح لمعلم وهو بتعلم صح لانه هاي هوايه مجال مفتوح كل يوم في شغل جديد على الهوايه هاي سواء الله. من الزق وسواء من الكش كل يوم في جيل جديد هي دائما كل جيل له هدفه سبحان الله يعني الكمال لله وما اوتيت من العلم الا قليلا يعني طبعا يا اخوان افرجيكم شغله استنوا شوي استنى هذا الكيس والكاميرا هذا الكيس اللي عامل قلق للحمام جابوا الهواء سكنة تع 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 أنا معودهم بس خش لهم هيك خشة بيجي طائرات أبدا عملية اقتران على الخشة زي يعني على الخشة والله أنا سعدت يعني سعدت بالمكان وبالمجال الطيب والاستضافة الرائعة إن شاء الله إنه يعني المتابعين استمتعوا اليوم معنا بالفيديو يعني شوف أنا أول مرة بطلع عندك على السطح للأمانة أول مرة بتلاقي معك شخصياً بس على طبيعتي ومرتاح وبمزح وكل شيء أموري تمام والله أخ عزيز كأني وغالي. والله بعرفك من زمان والله أخ عزيز وغالي يا بسوار الله يسعدك يا رب هيك إحنا نكون إن شاء الله وصلنا لهذه حلقتنا مشكور أخوي أبو ماجد حبيبي كل التحية إليك كل متابعينا كل الشباب جميع الله يسعدك يا رب نختمها بالصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله يبارك لك بكل الطيور الموجودة ويبارك لك بحلالك. أمانة الله أي طير أي شيء كله على حسابك، كله موجود هون زي كأنه إلي وأكثر. الله يسعدك حبيبي يا سوار، السطح منور بأهله وبطيوره وما شاء الله عليك. يعطيكم ألف عافية يا أخوان، بنشوفكم على خير. سلام عليكم.